بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد يولد ولن يقل له كفوا أحد أحد صدق الله العظيم.